جوه عبارة عن غرفة فاضية، غرفة فاضية مليانة بحاجتين مهمين جدا، من قدام السائل المائي ومن ورا حاجة اسمها الجسم الزجاجي. يبقى احنا عندنا منطقتين في العين، منطقة كبيرة قوي اسمها الجسم الزجاجي، ده جسم عامل زي المادة، قريبة شوية من المادة الهلامية، مادة الجيلي، ومن قدام السائل المائي او الجسم المائي، ده اللي مسؤول عن افرازه، هو الجسم الهدبي. تمام كده؟ عن طريق ان هو بيرشح الدم اللي داخل في الشرايين بتاعه الجسم الهدبي. احنا لسه بنقول هو فيه عباره عن مجموعه شرايين داخله، وبتتقسم وبتتوزع لشرايين صغيره، وبعدين شعيرات دمويه صغيره، وبعدين دي بتتجمع للاورده اللي بترجع بعد كده للاورده الاكبر، وبعد كده منها للقلب. في المنطقه دي بيبتدي الدم يترشح. يعني ايه بقى يترشح؟ يترشح يعني يطلع منه السوائل، يطلع منه خلايا بنسب معينه، يطلع منه فيتامينات، ويطلع منه مينرالز، يعني حاجات زي الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، الاملاح بتاعت الدم، يطلع بعض الخلايا بتاعت المناعه بتاعت الجسم، وفي حاجات تانية البروتينات اللي حجمها كبير تقعد في الدم. فاحنا هنا نستنتج ان السائل المائي اللي داخل جوه العين ده قريب للبلازما بتاعت الدم، يبقى هو عباره عن سائل مائي شبه البلازما بتاعت الدم، بس في حاجتين مهمين قوي. اولا انه شفاف ملوش لون، ثانيا ان كميه البروتينات اللي فيه اقل شويه من بروتينات الايه الدم. فده ببساطه تكوين السائل المائي. يبقى هو عباره عن سائل بيتكون نتيجه ترشيح الدم من الاورده والشرايين بتاعه الجسم الهدبي، بتفقد جزء من البروتينات وجزء من الاملاح وجزء من المعادن، ويفضل الحاجات اللي اترشحت دي تخش جوه العين تعمل لنا السائل بتاع العين.